طبعا يعني برضو دي ثقافة لازم نضيفها إلى الفلاح والمزارع. إحنا عندنا الفلاح والمزارع للأسف مش بيتابع الأرصاد الجوية خالص، يعني دي معلومة لازم نكون، يعني ثقافة جديدة لازم نتحلى بيها إحنا كمزارعين النهاردة. النهاردة أنت كفلاح عشان تبتدي ترش مبيد أو ترش كبريت أو ترش كبريت مايكروني أو ترش مغذيات أو ترش أسمدة، عايزك النهاردة يكون عندك الثقافة دي. بالليل تقعد قدام النشره الجويه وتسمعها كويس، واحنا طبعا في قناه مصر الزراعيه ما بنقصرش، مقدمين لكم دايما النشرات الجويه بشكل مفصل، مقدمين فيها سرعه الرياح، مقدمين فيها اتجاهات الرياح، يعني لازم نعرف اليوم ده هل هو اليوم الانسب للرش ولا لا، لان احنا ممكن نرش في يوم تكون الرياح فيه شديده، وبالتالي يعني مجهودنا كله ممكن يروح هباء، صح كده؟ طيب جميل برضو. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم ايه هي يعني اكتر الاخطاء الشائعه اللي ممكن يقع فيها مزارع الطماطم. اولا المفروض يرش يا اما الصبح بدري يفضل الرش، لان الرش وقت الظهيره بيفقد نسبه من المبيد، واخد بال حضرتك، وبيؤدي الى ان العمليه نفسها ما بتبقاش عمليه سليمه بنسبه 100%، واخد بال حضرتك. برضو بننصح بنقوه الحشائش وعملية العزيز والحاجات دي، مجموعة برضو صغيرة من الحشائش، لأنها بتضعف النبات نفسه وبالتالي بتضعف المحصول نفسه، واخد بال حضرتك. زائد ان الكبريت إضافة للي حضرتك قلته بيدفي النباتات نفسها من البرد، الكبريت الزراعي، واخد بال حضرتك، بيدفي النباتات. هو الكبريت الزراعي غير الكبريت المايكروني؟ غير الكبريت المايكروني، لا دي حاجة تانية. فبتبقى عملية تدفئة للنبات. برضو بنوصي بان اثناء لو حصل موجة صقيع بنغطي نباتات الطماطم بقش الرز، بيعملها عملية تدفئة لحد ما تروح موجة الصقيع، لأن الصقيع بيحرق النباتات تماما، فبنغطي بقش الرز لحد ما يحصل عملية إيه، إن الجو يرجع يبقى كويس، بنبتدي نشيل قش الرز ونجمع الطماطم بتاعتنا. جميل براحة. يعني أعزائنا المشاهدين، موضوع عش الكبريت موضوع مش مكلف، وعشان يعني نضيف كمان معلومة، الكبريت الزراعي من المواد الغير سامة، يعني اللي هو مش سام، يعني حتى بالمصطلح الفلاحي كده ممكن يقول لك، يعني هو طبعا غلط، لكن بيقولوا يعني بنمسحها وبناكلها على طول، اذا هو مركب مش سام وممكن يقينا كتير جدا من المشاكل. طبعا نقاوة الحشائش اللي الباشمهندس اتكلم عليها عايزين ناكد عليها مره واثنين وثلاثه وعشره، الحشائش من اهم عوائل الحشرات، الحشائش من اهم عوائل الافات اللي ممكن تدمر محاصيل كتير جدا. الحشائش على فكره معدل امتصاصها للاسمده والميه احيانا بيكون اكتر من معدل امتصاص النبات نفسه، وبالتالي احنا كده هنستهلك كميات كبيره جدا من المقررات السماديه، هنستهلك كميات ميه واحنا داخلين في مرحله عجز مائي ومش عايزين نطول فيها، لكن نقاوه الحشائش شيء مهم جدا. طيب كلمه حضرتك اخيره تحب تقولها النهارده لمزارع الطماطم. لازم تطهير المصارف، لان المصارف دي هي اللي بيبيض عليها حشرات المن مثلا، اللي بتصيب اي افه او اي بتصيب اي محصول بيتعمل، فالمنظر ده ما ينفعش، لازم يحصل، واخد بالك، تطهير للمصارف والمراوي، عزيق الحشائش من الارض، نقوتها خلاص، بحيث ان احنا ايه نتخلص من الحشائش اول باول، لانها بتضعف من انتاج اي محصول بيتزرع، مش الطماطم بس. جميل باشمهندس جمال قمصان، انا بشكر حضرتك جدا على المعلومات اللي اتشرفت بيكم. شكرا يا فندم، ونورت السويس. اعزائنا المشاهدين، بناكد تاني على اتباع توصيات وزاره الزراعه. عندنا في قناه مصر الزراعيه النشره الزراعيه اهم التوصيات، لازم تبتدوا تتابعوها تاني. عايزين نبتدي يكون عندنا ثقافه متابعه الارصاد الجويه، وبرده قناه مصر الزراعيه ما بتاثرش معاكم في توفير كافه المعلومات عن سرعه الرياح وشده الرياح ومواعيد الامطار، لان طبعا النهارده لما بنتكلم عن رش الكبريت ويجي المطر تاني يوم يبقى احنا ما عملناش حاجه، ده بالاضافه ان احنا مش هنقدر نرش كبريت تاني لانه هيبتدي يحرق النبات، احنا هنرشه مره واحده بس. فاحنا مجرد ان احنا نتابع الارصاد الجويه هنوفر كتير في الاسمده، هنوفر كتير جدا يعني في مشكلات ممكن نتعرض ليها كده. اعزائنا